Hello, this is a community education recording in Arabic by Catholic Charities Milwaukee. في الولايات المتحدة تقوم الحكومة الفيدرالية والولائية بإصدار قوانين تساعد الناس على توفير المال على ضرائبهم. في ولاية ويسكونسن، أحد هذه البرامج يسمى ائتمان ضريبة المسكن. اليوم سنقدم لك معلومات أساسية حول هذا البرنامج، ويمكنك سؤال مختص ضرائب الخاص بك إذا كنت مؤهلاً. ما هو ائتمان المسكن؟ ائتمان المسكن هو استحقاق يساعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض على دفع ضرائب عقاراتهم أو إيجاراتهم. إذا تم منحك ائتمان المسكن، ستحصل إما على شيك استرداد أو ائتمان ضريبي. يستند هذا الائتمان الضريبي إلى إجمالي دخل أسرتك والمبلغ الذي دفعته كإيجار أو ضرائب عقارات في تلك السنة. من يستطيع التقديم؟ يمكنك المطالبة بائتمان الضرائب على المسكن إذا كنت تبلغ من العمر 18 عاماً أو أكبر في نهاية العام. قمت بتحقيق واحدة من هذه الشروط، إما أن يكون لديك دخل مكتسب خلال السنة الضريبية، أو أنت أو زوجك معاق، أو أنت أو زوجك تبلغان من العمر 63 عاماً أو أكثر في نهاية العام. كنت تعيش في منزل أو شقة تمتلكها أو تؤجرها خلال السنة الضريبية، أنت مقيم قانوني في ولاية ويسكونسن طول العام، و دخل أسرتك أقل من مبلغ معين، وهذا المبلغ سيتغير كل عام. المعالين وائتمان الضرائب على المسكن. لا تحتاج إلى معالين لتكون مؤهلاً للحصول على الائتمان. يمكن فقط للأفراد الذين يدفعون ما لا يقل عن 6 أشهر من ضرائب الإيجار أو الممتلكات التأهل للحصول على ائتمان المنزل. يطلب النموذج معلومات عن العمر أو الحالة الإعاقية. قد يكون الشخص قادراً على تقديم السنوات السابقة تصل إلى 3 سنوات للحصول على ائتمان المسكن. يمكنك العثور على هذه النماذج في معظم المكتبات العامة أو عبر الإنترنت. لتقديم ثمن طلب لائتمان الضرائب على المسكن. إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مؤهلاً، فاسأل الشخص الذي يقوم بتحضير الضرائب الخاصة بك عن الأوراق اللازمة للحصول على ائتمان ضريبة المسكن، أو انتقل إلى الصفحة الخاصة بإدارة الضرائب في ولاية ويسكونسن. سوف تحتاج إلى نسخة من فاتورة الضرائب العقارية المدفوعة أو شهادة إيجار موقعة من مالك العقار. إذا كنت مستأجراً، ستقوم أنت ومالك العقار بملء شهادة الإيجار معاً. إذا كنت تشارك في شقة مع صديق، فستحتاج إلى استكمال نموذج يسمى جدول مصاريف السكن المشتركة. لمزيد من المعلومات حول الضرائب، إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول الضرائب، شاهد هذه الفيديوهات حول تقديم الضرائب والوثائق الضريبية. اشترك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات حول المواضيع التي تساعدك في العيش في الولايات المتحدة. شكراً لمشاهدتكم. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وعائلتكم. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.